بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المقدم عمار سعدون ثامر، المنسوب إلى مديرية شرطة محافظة البصرة، قسم شرطة النجدة، قاطع نجدة البصرة. أناشد السيد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء، وأناشد وزير الداخلية المحترم، وأناشد وزير الصحة، واللجنة البرلمانية لخلية الأزمة، وكل اللجان الرقابية والمؤسسات الصحية والمنظمات. يا أخي أنا مصاب، صار لي 7 أيام أداوم مصاب بكورونا، جاي تنطي خلية الأزمة وزارة الصحة أنه حظر تجوال وتطبيق حظر التجوال، وانا باصابه جاي افتر واداوم واعاني من اعراض شديده، وافتر على الدوريات وبالشارع، وعلى يا ساعه انقل المرض. مو مخالفه قانونيه، تتصل على المدير مالتك ما يجاوبك، تروح لي يقول لمن جاي باصابه، طوني ارسال ما يعطيك ارسال. السيد عميد جواد مدير شرطه النجده، لقائد شرطه البصره، مقدم مصاب، وين اروح؟ تجي المديرك المباشر قاطع نجدة البصر يقول لي ما عنده ضباط، ويقول المدير عميد جواد لازم يجيب لي مقدم عمار تقرير. رحت للمستشفى، مستشفى ما حد يجاوبك، ما حد يرد عليك، تروح مدير مستشفى الجمهوري، مدير المستشفى نفسيته دكتور علي ما يجاوبك، يقول ما ادري. اروح لمدير صحة البصرة سعد بابه وما طبله، يعني حتى ما ادري اذا احكي كلام، حاط له ناس بالباب، يا بعدنا شكوى، انت مدير صحة البصرة، اسمع من الناس، شوف شنو مشاكلهم، شنو عندهم امور، حلها، وانت ليش خلوك مدير؟ تدير الامور. اروح ماكو. يجيني موظف قال انت شنو عندك؟ قلت له شكوى والله. مديريتي ما تنطيني ارسال وعيادة للراحة الا كتاب انه يثبت انه انا مصاب، وماخذ مسحه موجوده، انا مصاب. يقول لي روح لجنه الشكاوي 6 أحلام موجوده بالطابق الاول، رحت له انا مصاب، هذا التقرير المفراس، هذا تقرير مفراس، وهذا المفراس ما تثبت الاصابه. وهذا مراجعه الدكتور اخصائي، رحت على حسابي اثناء الدوام. انا اليوم اللي 5 على التوالي جاي اداوم. منطين انذار بس عن النجدة وجاي اداوم بالشارع، جاي اداوم اطلع افتر على الدوريات، يخلوني مدير خفر الدوريات مع البصره كذا، يعني يا ريت بس قاطع النجدة البصره يصاب، كل القواطع لازم، المعقل، الزبير، ليش؟ انا مصاب، هاي تقارير طبيه، هاي علاجاتي، هاي علاجاتي، هاي علاجاتي، هاي هذا العلاج، هذا علاج حبوب روسي ما ينطونه الا بالمستشفى، ما موجود بالصيدليات الاهليه، هذا اللي بس اعطاني اياه الدكتور وصفه، قال لي تروح تستلم من الجمهور، جاء اخذ 8 حبايات كل وقت صبح وبالليل، هذا العلاج روسي. تروح المدير تقول له جاي اعاني من اعراض، جاي اتاذى بالليل، جاي اعاني، لا اقدر اوقف ولا اقدر احكي ولا اقدر اكل، والدكتور يقول لي خذ راحه. دكتور محمود فؤاد الخالدي هذا. يا مدير شرطة البصرة اناشدك، قدم ولو تشوفون بعدك وضعية تعبانة، حتى الغرفة ما يسمح بيها ان واحد يقعد، والشرطه طابه طالعه عليك، صيح مصاب، صيح مصاب، وين اللي خليت الازمه؟ شلون تنشرون توقفون الوباء؟ شلون؟ ما اعرف. يا بطوني ارسال يجيبكم نتيجه، ماكو. اخابر قفل الله عليها 6 أحلام المسؤوله مع الشكاوي مديريه صحه البصره، ابنها يداوم هناك بالتعليمي، كلفتها وجاب لي النتيجه، قال انت اسمك موجود ومن ضمن المصابين وبوزيتيف، بس قال ما يجي المعتمد مال مستشفى الجمهوري يستلم النتائج ويعرضها ويوقف الناس.